السلام عليكم، معاكم هاجر. النهارده جايه لكم وصفه جميله جدا، سهله قوي ان انت تعمليها قبل الغدا بنص ساعه، مش ساعه حتى، او قبل المغرب بنص ساعه لو انت حابه تعمليها فطار في رمضان. مش هطول عليكم، انا هاخد مكعب زبده او سمنه الايدام بتاعك يعني، وهحطه في طاسه. ثواني بس اظبطه على الطاسه. وهنزل بالفراخ اللي انا مقطعاها سواء شرايح او مكعبات زي ما انت حابه تعمليها، اديها صدمه من كل جانب. في نفس الوقت هحط المكرونه تتسلق. اول ما الاقيها اخدت لون من الجنب ده هقلبها على الجنب الثاني لحد ما الاقيها من الجنبين اخدت لون كويس. اول ما الاقيها بقت باللون الابيض ده لسه هتاخد كمان درجه، هنزل عليها بكوبايه صغيره مشروم او نص كوبايه، الكميه اللي انت بتحبيها يعني، عشان هو كمان يتشوح. واخليهم بقى الاثنين ياخدوا لون حلو. لما الاقي الفراخ بقى بدات تاخد الوان كده اللون الذهبي ده، هي والمشروم حلوه قوي كده، هنزل بقى ايه فصين ثوم واديهم تقليبه. وانزل معلقتين بصل وتقليبه برضو، يدوبك كده الحاجه دي تتبل. الريحه بقى طلعت فظيعه جدا. يدوبك البصل والثوم ينبلوا. دلوقتي مجرد ما الحاجه دبلت معايا، حطي بس النار، مجرد ما الحاجه تدبل كده هاخد منهم الفراخ، هحاول اصفي واخد منهم الفراخ والمشروم واطلعهم في حاجه. بص انا شلتهم وسبت حاجه بسيطه كده خالص منهم. هنزل بمكعب مرقه تاني زبده يعني او كده، زبده او زيت معلش، وهسيحه. وهنزل دلوقتي بمعلقه ونص دقيق واقلبها كويس بقى لحد ما تصفر. اول ما الاقيه اخد اللون الذهبي هنزل عليه بكوبايه ونص لبن او كوبايتين. هنزل وش اللبن كمان. مجرد ما اديله تقليبه كده هطفي النار واضربه في الخلاط عشان خاطر شويه الفراخ والمشروم اللي انا سايباهم فيها دول يتفككوا خالص، انا عايزاه يبقى صوص سايل. دلوقتي بعد ما ضربته في الخلاط هرجع تاني واحطه، بقى سايل كده والفراخ اتفتفتت خالص فيه، فاللبن كله اخد بقى الطعم بتاع الفراخ والمشروم، دلوقتي هيتحول لصوص ابيض. دلوقتي بس هحط له ملح كده ورشه صغيره من فلفل اسمر، لو كان عندي فلفل ابيض كنت هحط، انت لو عندك فلفل ابيض ممكن تستعمله هيبقى افضل يعني. الصوص ما خدش مني دقيقتين وتقل بقى جميل جدا، ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، عشان احنا هنحط عليه المكرونه. بس قبل ما احط المكرونه، فاكرين باقي الفراخ والمشروم اللي انا كنت مطلعاه؟ انا ولا حاطه له فلفل اسمر ولا حاطه له ملح ولا حاطه له اي حاجه، ممكن اديله رشه من الاثنين. استنى عشان اوريكم بس اهو، هديله رشه فلفل اسمر صغيره ورشه ملح وهقلبهم كويس. وبعد ما قلبتهم اخد شويه من الصوص اللي انا عاملاه ده وهنزله عليه. تمام، ده كل حاجه باينه واضحه ازاي. باقي الصوص ده بقى هنزل عليه بالمكرونه اللي انا سلقاها، كان نوعين انت عاملاها بس انا عاملاها شرايح. كده شايفين المكرونه في الصوص بقى زي الفل خالص،
لو حسيتوا ان الصوص تقل منكم ممكن تزودوا له شويه ميه، ولازم تتاكدوا من الملح بتاعته. دلوقتي بقى خلاص هي المفروض ان هي كده وتتقدم يتحط فيها الفراخ، بس انا هنزل عليها بشويه جبنه تركي مبشوره بس لايت عشان يكون لونها فاتح، التانية هتغمق الدنيا. ولو عايزه احط جبنه موتزاريلا كمان هحط، واديها تقليبه واغرب بقى، بس مجرد ما الجبنه تسيح هغرب. وده الشكل النهائي للمكرونه بتاعتنا، ان شاء الله لو جربتوها هتعجبكم جدا. حطيت عليها بس رشه زعتر وبهنا والشفا.